معنا مريم من الإمارات. ألو. ألو. أيوة. إزاي حضرتك؟ إزايك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله. أنا مريم، عندي 14 سنة. يا قلبي. كنت بس عايز أسأل الصفة بتاعت حضرتك، يعني سابي. هو إزاي أنا ممكن أؤمن بالأبراج وهي حاجة في علم الغيب؟ آه. إزاي إيه؟ إزاي تؤمن بالأبراج وهي حاجة في علم الغيب؟ لا هو مش يعني أنا يعني ان انا المفروض في حاجه بقى من غير ان انا هعيش سعيده او ايه اللي هيحصل لي بعد سنه ولا بعد سنتين، دي حاجه بقى من غير مش في حد يعرفها ومش بحركه الكواكب اقدر اعرف حاجه زي دي. مريم احنا مش بننجم، او سابي مش بتنجم، ده علم. أه. البرج بتاعك دلوقتي بيقول ايه، او دي دراسات وحسابات. هي حسابات. اوكي فضل. حسابات زائد ان داخل فيها علم النفس، ملامح الشخصيه بتاريخ ميلاده، دي حاجات من زمان جدا. اوكي في يعني زي معادله، مثلا زي معادله مثلا الف زائد واحد سين مش عارفه. أيوة. ايه بيطلع بالزبط. كذا بالظبط. فهي حسابات. ملامح وش زائد تاريخ معين، تاريخ هي يعني. اوكي زائد جسمها زائد تاريخ ميلادها، ده كله بيكون شخصيه بيطلع سمات الشخصيه. ايه زائد بقى ان في ايام عندنا بتبقى النجم مثلا فيها ساطع، في مش عارفه، في قمر جه على ايه، عمل ضغط، في ايام مش كويسه عندها، ده كله معادلات بيكون في الاخر، بنحلل فيه في الاخر اللي احنا بنطلعه وبنقوله عن برجها بالظبط. لكن هو مش دجل طبعا ولا لا ولا دجل ولا تنجيم، احنا مش موجود ده كله في الكتب على فكره بالظبط، دي دراسات طبعا.